وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموزمبيقي فيليب نيوسي، أوضح الرئيس السيسي أن مصر يمكنها تقديم الدعم اللازم والتدريب لمكافحة جرائم الخطف والموضوعات الخاصة بالإرهاب بالتنسيق مع دولة موزمبيق. كما لفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لها تجربة في محاربة الإرهاب منذ سبعينيات القرن الماضي. احنا سعداء بوجودنا الان في زياره بلدكم الجميله، وتحدثت مع فخامه الرئيس على في اثناء المباحثات الثنائيه على اهميه تطوير العلاقات في مختلف المجالات، ويمكن تكون اللجنه المشتركه وسرعه عقدها بعد تكون يعني تشكل قوة دفع كبيرة جدا في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيهم التبادل التجاري والاستثمارات المختلفة، وأيضا الموضوعات اللي ذكرها فخامة الرئيس من موضوعات البنية الأساسية وتبادل الخبرات والتدريب اللي ممكن مصر تقدمه لأشقائها في موزمبيق فيما يخص سواء كان تدريب في مكافحة الجريمة زي جريمة الاختطاف اللي فخامتك تحدثت عنها، أو الموضوعات اللي خاصة بالإرهاب، وإحنا يمكن تكلمنا فيما يخص الإرهاب على أن دي تجربة لينا تجربة فيها في مصر منذ سبعينات القرن الماضي، وأن هي عبارة عن هي محصلة جهل وتخلف وفقر بينتج عنه شكل من أشكال التطرف ينتهي إلى استخدام الإرهاب كأداة يعني، وبالتالي المقاربة الأمنية ما كانتش فقط المسار اللي مصر كانت بتنتهجه في مكافحة الإرهاب فقط، ولكن أيضا البناء والتنمية والتعمير، ده كان أحد المحاور اللي احنا بنتكلم فيها، وأيضا تحسين يعني وتصويب الخطاب الديني، ده أيضا أمر احنا اتكلمنا فيه.